أحبابي الكرام، لازلنا مع الأسس الفكرية لفقه الاختلاف، ومع الأساس الثالث التركيز على المحكمات لا على المتشابهات. ونحن الآن بصدد استعراض الموضوع الثالث الذي حدث فيه تشابه كبير في فهم كثير من الناس لهذه المواضيع. الموضوع الثالث هو زيارة المقابر. ونحن نتحدث عن هذا الموضوع، شرعنا استغل الفرصة لنرحل هذه الرحلة المباركة ونقف مع بعض الآداب وبعض الأحكام المتعلقة بالإنسان حينما يغادر هذه الحياة. فتحدثنا عن آداب المسلم عن حينما يكون الذي ينام على فراش الموت في بيته، ثم بعد ذلك شرعنا في الحديث عن مسألة الغسل، وأعطينا أحكاما كثيرة. الشهيد لا يغسل، أنواع الشهداء إذا وجدوا بضعة من الميت هل يغسل، كل هذه الأمور رأيناها إن شاء الله تبارك وتعالى. والآن إن شاء الله تبارك وتعالى نتحدث عن مسألة الغسل مباشرة. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من غسل مسلما فكتم عليه غفر الله له 40 كبيرة. يا الله. وفي حديث: من غسل مسلما غفر الله له 40 مرة. لا إله. بعض العبادات هجرها المسلمون، أجرها عظيم وهي عبادة بسيطة، ومع ذلك هجرها الناس. لا تجد إلا القليل القليل من يقوم بتغسيل وبالثمن ويشترط، حتى وجدنا من يشترط عند غسل الميت أثمنة كل ثمن خاص بعضو من الأعضاء. هذه كاينة، هذه ما نهدرش، رحش نهدرها، هذه موجودة. يا الله. ولذلك المقصود من هذه الكلمات بالنسبة للشباب المتدين أنني أستحثه لفعل هذه الفريضة. فتغسيل الميت فريضة كفائية. ما معنى فريضة كفائية؟ وجب على الأمة أن تقيض منها من يقوم بتأديتها، فإن لم تؤدها آثمت الأمة كلها. إلى السيدي موت في الاجتباء ونجيبوا له اللي يغسلوا من كلوش ليأكلوش، كاع ما فيش اللي يغسل. سيد موت في المدينة ونديو له الطوبة اللي غسل في المدينة، يا الكارثة. وهذه من علامات الساعة، من علامات الساعة أن يقل عياذا بالله فقه الناس في أمور بسيطة، حتى لا تكاد تحوم المدينة كلها تسأل عن حكم الفرائض في ميت مات ترك لا تجد من يستطيع تقسيم التركة وفق الشرع، ولا تجد من يقوم بتغسيل الميت في عرصة أو قرية أو مدينة. هذه مصيبة. علاش هذا اسمه هذا الدليل؟ تعش دليل أن الناس لم تعد تهتم بهذه الأمور. الفرائض الكفائية كاين بزاف، ولكن هذه اللي كيعلمونا دائما يقول لنا الفرائض الكفائية بتعلق دائما بالأخيرة، الموت والجنازة ودفن الميت. ما هي الفرائض الكفائية؟ هي ما تقوم عليها حياة الأمة مجتمعة، العلم، علم الصناعات، صناعات الأسلحة لترد الأمة عنها عدوان أعدائها، هذه الفرائض الكفائية. لكن احنا ممكن يقررون الفرائض الكفائية يتكلمون غير عن المسائل البسيطة، ومع ذلك حتى المسائل البسيطة لا يقوم بها الناس. حتى المسائل البسيطة التي هي في متناول كل الناس وباستطاعة كل الناس أن يقوموا بهذا الأمر، ومع ذلك تجد والعياذ بالله إهمالا لهذه العبادات، لهذه الفرائض الكفائية، مع أن الحبيب صلى الله عليه وسلم يشير إلى عظمة الأجر لهذا العمل البسيط. يغفر الله له 40 مرة. يا الله. الإجراءات العملية لابد من اختيار الأمين لتغسيل الميت، لأن الأمين يستر
عما يمكن أن يراه من الميت ما لا يليق. فحق المسلم الميت على المسلمين الأحياء أن لا يفشوا له سرا، بل ينشرون الأمر الحسن إذا رأوه، ويكتمون الأمر السيء إذا رأوه. هذا من حق المسلم عليه. بل إن الحبيب صلى الله عليه يخبرنا ويرشدنا ويقول: اذكروا محاسن موتاكم. كي يموت بنادم صافي، لقد أفضى إلى ما قدم. فواجب المسلمين تجاه أخيهم الذي فارق الدنيا ألا يذكروا إلا المحاسن. صاف ذيك الوقيته صاف، مشارة غادي يتحاسب صاف. لماذا تذكر سيئاته؟ اذكروا محاسن موتاكم. ومن المحاسن التي يجدر ذكرها ما تراه من أمور حسنة حينما تجرده من ثيابه. لأنك شي ناس من أنت تجي تغسلهم، يا سبحان الله الرائحة الطيبة يا وزيد، الرائحة الطيبة، الوجه المتنور كأنه نائم. وأكثر من ذلك، ييسر الله لك أمر تغسيله وكين يقلب بسرعة، واليدين ديالو كيتحركوا في كل اتجاه، بينما آخرين، وهذا ما نتكلموش عليهم لأننا كنتكلموا الآن بصفة عامة، بعض الناس على عكس ذلك، رائحة منتنة، مجبد مجلد، ما تقدرش تحركه، فيصعب أمر التغسيل. أقسم بالذي فطر السماوات والأرض لتجدن بعض المسلمين عند الممات عند تغسيلهم كأنهم أحياء. والله هذه مسألة معروفة، كأنه حي، تحشم قاعد تحشم انت، يا هو ميت وانت حي. ويلبسك الله لباس الحياء من ميت، لأنه ليس ميتا. كاين شي ناس أحدهم في وسط المدينة لما خرجت روحه، أنا جيت من بعد، كل من حضر يقسم بالله أن البيت الذي خرجت فيه روحه امتلأت برائحة ما شم الناس مثلها، وكان كثير الصدقة. ويقول: انبعثت الريح الطيبة من يديه. هذه أمور موجودة. الإمام ابن عباس صاحب رسول الله ولد عمه، حينما توفي خرجت روحه، أمر عجب، رأى بعض الناس في جنازة سيدنا ابن عباس أمورا عجيبة. لما مات سيدنا الأحنف بن قيس الذي فتح أفغانستان، الأحنف بن قيس هو أحلم المسلمين، كيقول سيدنا عمر: سبحان الله، هذا السيد العجب، صورته بحج دير بحال القمر. فأعجبته صورته، سيدنا عمر أعجبته صورة الأحنف بن قيس، قال: ربي أعطاه أحد الحسن تاع الصورة، أيوه، فأرجو أن يرزقه سرا خيرا من علانيته. وكي ندير نعرف واش السر نتاعو خير من العلانية؟ فحبسه عاما كاملا. شو هذا الملهم تاع سيدنا عمر؟ واحد السيد لو كان يحبسك مثلا، تاع يحبسك الخليفة، اش غادي تقول؟ لماذا تحبسني؟ علاش درت شي حاجة؟ صرتني نبيع القرقوبي؟ صرتني ندير كذا؟ شو فسجنه عاما كاملا. والله ما سأل أمير المؤمنين لما سجنه، فلما انتهى العام دخل عليه عمر فقال: لما لم تسألني لما سجنتك؟ قال: أنت أعرف، راك شفت شي حاجة اللي راني ما. قال: الآن أقول لك، رأيت عليك سيم الصالحين في الظاهر، ورجوت عند الله أن تكون سريرتك خير من علانيتك، فلما سجنتك عاما كاملا ولم تسأل أدركت أن سريرتك خير من علانيتك عند الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله. هذا حينما مات نزل الذين أنزلوه إلى القبر، نزلوا إلى القبر
فرأى هذا بزوج رجال، فرأي القبر قد مد له مد البصر وفيه نور. قال له ما هذا؟ قال اسكت، إنه قبر الأحنف. ألا تعرف الأحنف؟ يا الله، هي أمور، هي أمور من كرامة الله للعبد بعد مماته، كما يكرم الله العبد في الحياة يكرمه أيضا في، فيوري المخلوقات كرامة هذا العبد عند الله. وكل ما يكونوش قاعد عارفين الناس حتى يموت، فيظهر الله من كرامته ما يظهر، يظهر الله تعالى من كرامة. ولذلك الإمام أحمد دامش كيقول، كيقول الإمام أحمد إمام أهل السنة، ماذا كان يقول؟ قال الفيصل بيننا الجنائز. سيد قاعد مسكين ميت معدوم، من اللي يموت قاعد المدينة تنقلب عليه، من ايش هذاك؟ الفيصل بيننا الجنائز. لما مات الذين كانوا يقولون بخلق القرآن ما مشى معهم حتى واحد، وحينما مات الإمام أحمد المفتن بمسألة خلق القرآن خرجت معه بغداد، حتى قال من شاهد وشهد جنازة الإمام أحمد، قالوا شهد جنازة الإمام أحمد في مدينة بغداد 1000000 شخص في ذلك الوقت، مليون في ذلك الوقت، مليون. خرج الناس عن بكرة أبيهم، وكان يقول لهم الفيصل بيننا الجنائز، وفعلا فعلا صدق. فالله تعالى في هذه الظروف يظهر من كرامة وليه لمن لم يكن يعرفه. سبحان الله، سبحان الله. إذن هذا ينبغي أن يكون أمينا، فيدخل إلى بيته الميت، يدخل معه واسم، يدخل معه كنت عارف، يدخل معه صابونة ياك، ويدخل معه الحواج الضروري، الصابونة زيد واسمه الضروري، الحاج الضروري الصابون يزيد، والماء، الماء واسمه كي داير دافي، يكون بارد وعلى حامي، وتخلط وتدير دافي، ماشي حامي وماشي بارد، لأن ما يؤذي الحي يؤذي الميت. تذكر هذا الأمر، كرامة الميت المسلم الميت ككرامته حي، وإذايته ميت كإذايته حي، وكسر عظمه ميتا كما كسرت عظمه حيا. انت قدلوا هاك ودلوا هاك راه يتعلم، بحال راه ديروا لشي حي، تخيل واحد الحي انت تقلبوا هاك وتدبس فيها هاك راه. ولذلك الانسان يحاول على اخوها، اخويا اذا يدير الماء ويدخل الصابون، زاد ما يدخل الكياسه، علاش الكياسه؟ علاش الكياسه؟ علاش الكياسه؟ لي ما خفت تقيس اللحم تاع اخوك ولا؟ واش علاش الكياسه؟ واش الكياسه ضروريه؟ اللي قويا واش ضروريه ولا مش ضروريه؟ طبعا ضرورية، لأنك مطالب بقيام باستنجاء، استجابة، فلا تمس عورته بيدك، لا بد من حائل. ثم بعد ذلك هذه السترة، واحدة تكون سترة وواحدة واحدة باش يمسحه، زوج تاع السلامة على الأقل، زوج، واحدة تكون سترة واحدة باش يمسحه في التالي تيغسله. واش كان شي حاجة أخرى؟ ثم إذا كان شي سدر، ورق السدر، فقد كان الصحابة يضعون السدر في الماء، وقد أثبت العلم الحديث أن السدر إذا استعمل في تغسيل الميت كان ذلك بمثابة مادة تحفظ الجسد من أن تفوح منه الرائحة الكريهة، خاصة في الصيف. إلا قد يغسله يبات، اغسدر له السدر. السدر هو الورق ديال السدر، انا معروف الورق ديال السدر. اذا السدر، والناس اللي مكدر الكافور، الكافور ويديروا الريحه، كيكونوا عندك هذه المسائل كامله. ثم تدخل معك شكون؟ من يعينك فقط، فلا حاجه لك ب 3 ولا 4، اش غادي ديروا؟ غادي تدخلوا للقتال؟ تدخلوا لواحد السيد تغسلوه والسلام. إذن فهذه العبادة من الذي يقوم بها؟ هي فرض كفاية على الأحياء. إذن هذا الذي يغسل هو الذي سيتقرب إلى الله بعبادة، وذاك اللي يتغسل عبادة ولا مش عبادة؟ فالتغسيل ينتفع به من يقوم به لأنه كيدير فريضة،
وينتفع به المغسل، لأن آخر عمل بالنسبة للميت قبل أن يقف بين يدي الله هو تغسيله، وهذا العمل مش ميده. سبحان الله، آخر الأعمال ديال العبد ليس من كسبه ولكن من كسب أمة رسول الله. شوفوا التضامن تاع أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وش الله وحدين يبقى يقول لك واش ينتفع الميت من فعل الحي؟ هو عمليا راه ينتفع، شرعا شرعا هو لا يقوم به، هو الميت لا يقوم بعملية الغسل بل يقوم بها الحي، ومع ذلك هي من الأعمال التي ينتفع بها الميت وهو لم يقم بها، إنما قامت بها الأمة. هذا نوع من التكافل المعنوي بين أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يأتي بمكان مرتفع، راك تعرفوا جيب شي خشبة ولا شي باب ولا شي، فتقوم بوضع الخرقة على مكان العورة، وعورة الرجل بالنسبة للرجل اسمه هي من السرة إلى الركبة، ثم تأتي بمقص، لأن غادي يجي صعب باش تقلع لك سوا، فتأتي بمقص ثم تعمد إلى ثيابه فتقصها وتخرجه من كل لباس الدنيا. يا الله يا الله يا الله يا الله، موعظة بليغة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا الكوستيم اللي كان يلبسه كي داير، وضرب كنت تطالع. لا إله إلا الله، لأنك إن حاولت أن تجرده الملابس ولا تقطعها فإنك تؤذيه. كنت تقول على وترك رويدك أخ الإسلام رويدك. لا إله إلا الله، فإذا جردته من ثيابه كما ولدته أمه إلا من خرقة تستر عورته حملته مع رفيقك فتضعه على المغسلة. الله، تكون عدلت الماء وعدلت الصوالح، فتتفقان على من يغسل، الأمير والذي يعينه، مغسل والذي يعينه، واحد يغسل وواحد يعطي الماء، ماشي قاع بزوج يغسل، واحد يحلب وواحد يشد المحلب، بقاو يدقوا عليه. شتو حتى تما وتدقوا فما ما يدقوش. ادير هكا صاحبي، بدي هكا صاحبي، راح ماشي هكاك. هذه في تغسيل الميت الزقا. لا اله الا الله محمد رسول الله. اذا ما هي فرائض الغسل؟ ما هي اللي بالنسبه لك انت اللي غادي تغسل؟ واش هي؟ هي فرائض الغسل ديال الدنيا، كما تغسل من الجنابة أو تغسل المرأة من الحيض والنفاس. دائما كاين زوج تاع الأركان. الركن الأول النية، أنك تنوي أن تقوم بهذه الفريضة. والركن الثاني تعميم جسده بالماء ولو مرة واحدة، فإن غسلته مرة واحدة وعممت الماء على جسده فقد غسلته. وعلى هذه وعلى هذه هذه تحتاج لشي حاجة؟ ولا تحتاج إلى أي شيء. كاين زوج تاع الشروط. الشرط الأول النية. النية علاش؟ لكي تميز أن هذه عبادة، هذا ماشي دوش. لأن كاين شي واحدين يجيو يجيب الآخر وقال شر، لو كان غادي يغسلوا الكافر، المسلم يغسلوا الكافر، هل تجوز أم لا تجوز؟ التغسيل الميت عبادة، والكافر غير مطالب بالعبادة. فإن مات مسلم بين الكفار مشكلة، مشكلة. هما من غادي يغسلوه؟ راه غادي يغسلوه بصح، ولا مغسلوه غسل غسل العبادة؟ لا، ما يغسلوش غسل، لأنهم ليسوا مطالبين، لأن الشروط نتاع التكليف ما موجوداش، ومن شروط التكليف الإسلام، وهو ليس بمسلم، فلا يطالب بتأدية تكاليف الإسلام لأن ماشي مسلم. لذلك يديهم فما ويموتوا فرنسا ويغسلوا النصارى، وقال له غسلوا كيف غسلوا؟ قول له ماشي غسلوا، قول له دوشوه. الفرق ما بين غسلوه اللي هو عباده ودوشوه، حتى دار الدوش وصافي.
دور الحمام وتشر تسقط. واش غير النصارى غير الكفار غير اللي ما عندوش الغسل؟ حتى واحد العدد نتاع الناس عندها لا يمشي ما عنده لا نيه لا والو، امشي يجيب الماء وقال فوتوا على الاخر وشرشر عليه الماء والسلام عليكم. لا يستشعر في قلبه انه يقوم بعباده. ولذلك النيه ضروريه لكي تفصل بين غسل العاده وغسل العباده. هو الغسل هو هو، لكن الذي يحول الغسل من غسل العادة إلى العبادة هي استحضار نية التعبد. استحضار نية التعبد هذه عبادة، هذا فريضة افترضها الله، وهذه ما يستحضرهاش كل شيء. الناس كاين اللي ما عنده غرض قال غسل غسل غسل، عنده تغسل المية تغسل وصار. بعدها يشرع في تغسيل الميت، وليبدأ بالميامين، بميامين الأطراف، يبدأ بميامين الأطراف. فقد أرشدنا رسول الله أن نبدأ بميامين الأطراف، ونبدأ بغسل أطراف الوضوء. الله، لأن أمة حبيبنا صلوا عليه يحشرون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فأنت تريد أن تؤكد على مواضع الوضوء والصلاة التي ستكون إن شاء الله يوم القيامة مستنيرة بنور الله، تبدأ بها وإن شئت فأخرها. إذن من غادي تبدأ بهذا الشيء؟ من غادي تبدي صافي تغسل اليدين؟ هذا غادي توضي. تأتي إلى يده اليمنى فتغسلها ثلاث مرات إلى الكعبين ولا الكوعين، كعبين هاهم، وتأتي إلى اليد اليسرى وتغسلها ثلاثا زيان، غسلوا مليح 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 مليح. ثم تقول لصاحبك الذي يصحبك في هذه الرحلة الإيمانية المباركة، طلع له شوية رسم، فيقوم فيسنده على صدره، يسنده على صدره، فتأتي أنت بيدك فتضغط ضغطا رفيقا على بطنه ليخرج إن كان ثمة أذى في بطنه. ويكون عندك إناء تضع فيه الأذى إن وجد، تضع الأذى، تدير هذيك اللي راح نهضرنا عليها هذيك اللي قوياك، وتذهب يعني دائما تحت السترة إلى ذلك المكان فتزيل الأذى وتضعه في ذلك المكان وتستره عن أنظار الخلق ولا تتحدث به أبدا. ثم تعمد للقيام بتطهير قبله ودبره، يستنجى بحال راه يستنجى، تغسله جيدا، تطهر أخاك. ولذلك يغفر الله تعالى لمن يفعل ذلك 40 مرة، تطهره مزيان، غسل مزيان، هي آخر غسلة عنده في الدنيا، طهره مزيان. يا الله، بعد ذلك تزيل هذه فتغسل يديك، ثم تعمد بعد ذلك إلى أن تقوم بوضوئه فتعيد غسل اليدين 3 مرات، اليمين والشمال، وتأتي بخرقة نظيفة سربيتة فتبللها بالماء وتمسح له على فمه، لأن المضمضة ما غاديش يمضمض، راه ميت، راك تمشي ترفد الماء وتبقى تدير له في فمه. المضمضة هي غير واحد الكتالة تكون نقية وديرها في الماء، الفم والنيف مزيان. ملاحظة، قبل الموت إن كان له أسنان اصطناعية تنزحها قبل الموت، أما إذا مات فاترك كل شيء عنده. ما دام حيا تستطيع أن تأخذ من شعره وتحسن له وتقلع له الظفار، تقلع له تاع الإبط، لكن إذا مات اتركه كما هو، فلا يجوز لك أن تقلم أظفاره ولا أن تحلق عانته ولا أن تحلق وجهه، لا والو، صاف منين يموت خليه كل شيء يمشي، كل شيء باللي مات به.
لذلك مزيان الانسان يتنقى من ان يكون حي. النظافه من الايمان. من ان يموت بنادم ويكون قاع ما منقي ما والو، راه مشكله مشكله. ولذلك وقت رسول الله 40 يوما لحلق العانة والإبطين، يعني في أقصى مدة من حق الجسد عليك أن تغسله مرة في الأسبوع، ومن حق الجسد عليك أن تحلق العانة والإبطين في ظرف 40 يوما على أقصى أقصى أمد أقصى أمد. بالنسبة للرجال والنساء هادشي اللي راه كيقولوه، بالنسبة للرجال والنساء بحال بحال، ولكن النساء كاين الرجال ما كاين حتى شي فرق، غادي نجيو نوصلوا للفرق فين كاين. ثم بعد ذلك تغسل وجهه 3 مرات، مزيان مزيان، ثم يده اليمنى إلى المرفق، ثم اليد اليسرى إلى المرفق، ثم تمسح رأسه وترد مسح الرأس، ثم تمسح بتلك الخرقة أذنيه، مزيان مزيان تنقيهم، ثم تغسل الرجل اليمنى ثم اليسرى. هذا الوضوء، هذا هو الوضوء. فتأتي بالماء فتصبه على جميع بدنه بدءا من الرأس، تخلل الماء في الرأس، مزيان يجي هكذا يقلبوا علي من شوية هكذا شوية علي من يقلبوا معك، تخلل الرأس مع اللحية، ثم تصب عليه الماء صبا. وحينما تصل إلى المكان الذي يمنع عليك أن تنظر إلى العورة تحاول أن ترمي الماء هناك وتدير الخرقة، لأن هذه عورة لا تمسها بيدك، وتحك تحت الخرقة تحك إن شاء الله وتوصل الماء لهذه الأطراف، ثم تواصل بيدك من الركبة إلى القدم. هذا يسمى الغسل الأول. فإن فعلت فقد أنهيت الغسل، وهذا الشيء اللي سألك. لكنه من السنة أن يغسل إما مرة وإما 3 مرات وإما 5 مرات وإما 7 مرات. فأقصى حد لتغسيل الميت هي 7 مرات، ولكن الأوفق للسنة بالنسبة للرجال 3، والأوفق بالنسبة للنساء 5. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ماتت ابنته رقية أمر النساء أن يغسلنها 3 وإلا 5 وإلا 7. لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن هذه الأولى. أما الثانية فيندب أن تغسله بالصابون، دير الصابون مزيان تقلبوا الجهة الأخرى، الصابون مزيان من راس وجهي، يا الله يا الله يا الله، اغسله بالصابون مزيان مزيان مزيان، ها، وأعطيه الماء، اقلع ذاك الصابون، ها الغسل الثاني. والثالث تجيب الماء وتدير فيه السدر أو لا شي كافور أو لا شي حاجة، لأن الغسل الثالثة ماشي هي غير غسل، هي غسل وتطيب. الغسل الثالث دائما يقرن معه التطيب، دير شي سدر، دير شي ريحات، دير شي كذا، فتصب عليه الماء من رأسه إلى أخمص قدميه، وبذلك تنتهي من الغسل. أما المرأة، المرأة بالضبط، فإنه من السنة إن كان لها شعر طويل وكان مذفور أن ينقض، يحلوهم، يحلوا ذاك الشعر ويغسلوا لها الرأس مزيان، يفوتوا على الشعر، فإذا غسلوه ظفروه 3 ظفائر. النساء مزيان يسمعوا هادشي، ظفروه 3 ظفائر كما فعلوا مع بنت رسول الله. يقبضوا الثلث نتاع الشعر يظفروه، يقبضوا الثلث الاخر يظفروه. ما عرفت هاد البنات نتاع اليوم يعرفوا يظفروه ولا، بصح اليوم ما كانش الشعر عند النساء، تاو ما عندهم كوب قارص. الحمد لله يا ربي يا ربي، الحمد لله يا ربي، ما كانش مشكله حتى هما بحال الرجال بكري اللي كان عندنا الظفاير. والثالث يظفروا، وبذلك ينتهي الغسل. صافي هالشي اللي كان. فإذا انتهيت من الغسل تجمع هذاك الشيء كاع اللي غسلت به وديره في واحد الميكا وتعطيه لموالينا الميت، لأن العفارت راهم يستناو هذاك الشيء، راهم يستناو الصابونيه ويستناو الماء نتاع الغسيل. تعرف الماء نتاع الغسيل تاع الميت راه يتباع ما عرفت شحال اللي يطرو، ما عندكمش الخبر وين؟ لانك ديروا له من النساء وتستعملوا المشعوذات، يعتقدوا ان هذا الماء
الا غسلوا به اللي نتاع الراجل تموت يده، زعما الراجل الوعر كان واعر كان واعر بكري. واليوم علاش اليوم الحمد لله تصرف كيلو ما يهضرش معكم، يعني حتى الشعوذه مرتبطه بالشعوذه نتاع بكري. منين كانوا الرجال واعرين كانوا يشريوا هذا الماء وكانوا يخليوا الراجل حتى ينعس ولا يديروا له الليد في الماء ولا، وقال له صافي ميت مات مات له مات له او لا يشربوه له كاع باش يموت كاع. اما الصابونيه يغسلوا، كاين اللي يمشي حتى للقبر ويحل عليه ويخرجوا الليد نتاع الميت من 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 الكفن ويجيبوا الطعام ويحلحلوه به ويوكلوه للراجل. قال لك باش يموت الراجل، باش منين يموت الراجل واش ديري به؟ واش ديري بالراجل الميت؟ يحلحلوا بالليد نتاع الميت، حظوا الميت، الميت ما يحظيش روحه، ما حظوه، يكون عندك المفتاح. هذا شنو شعوذين راهم يخرقوا النساء. الى مات في السعدي شويه طعام وقبضي الليد نتاعه وحلحل. خليوني ندخل نشوف، تقول له تبكي ها خويا يا خويا بغيت نشوف خويا، واسمه عندك تما بغيت نشوف خويا وديا الطعام. الله يرحمك الله يدير لك هذا قضت حواجها. ولذلك هذه المسائل وياك بحسب لك نحن نهضروا في هذا الشيء، هو اللي راه واقع، الشيء اللي راه واقع في هذا الشيء تاع. ولذلك كاين شي عفارت اللي يغسلوا يخلصوا ويزيدوا يرفدوا ذاك الشيء يديوه هما. علاش يديوه هما؟ يدي ذاك السربيته ويدي ذاك، علاش؟ تكون عنده السلعه موجوده، عنده سلعه. الله يخليك رحنا بغينا لك شي صابونيه اللي تغسل بها الميت، كاينه كاينه 20,000 دقيقة، 20,000 دقيقة. ورد لي صابونيتي وراه عنده الصابونيه اللي هذه تعطيهم المولى الاخر. ثم تقوم بتنشيفه باش بهذيك السربيته الاخرى تنشفوا، ثم تعمد الان الى عمل اخر وهو تكفينه. يا الله، تكفين الميت. والميت يكفيه من الكفن رداء واحد، رداء واحد يكفي. والمقصود من تكفين الميت هو ستره، ستر عورته، صح؟ شو اللي جاء؟ ولذلك يقول خباب بن الأرط رضي الله عنه وأرضاه في صحيح البخاري أن من أصحاب رسول الله من مات ولم يأخذ من الدنيا شيئا، وذكر من جملة هؤلاء مصعب بن عمير استشهد رضي الله في غزوة أحد ولم يأخذ من الدنيا شيء، حتى الكفن حينما أردنا أن نكفنه وجدنا برضة إذا وضعناها على رأسه وصلت إلى نصفه فبقي الساقان، وإن وضعناها في الجهة السفلى وصلت إلى صدره فبقي الصدر والرأس عاريا، فاخترنا أن نكفن الجهة العليا ووضعنا بعد ذلك على قدميه الأذخر جريد النخل، فأتممنا له الكفن باش بالنخل، حتى الكفن ما داش، حتى الكفن ما عندوش. وقد وصل الأمر في حصار غزة إلى أن إخواننا في فلسطين لم يجدوا الأكفان لتكفين موتاهم، فصرخوا في المسلمين فقال ماشي عيب عليكم، ماشي عار عليكم، ما نسالوش فيكم اصحاب البترول يا اصحاب 140 دولار البرميل، 13 مليون برميل تخرجها غير دوله واحده، ما عندناش حق عليكم حتى على شي كتات تسفتوهم لنا فاش ندفنوا، كملوا لهم مساكين حتى ذوك العلامات ديك الرايات نتاع ليلى كملوا لهم ما صابوش فاش يكف. الله فين اليوم؟ ماشي بكري. فيحدث لإخواننا في غزة ما حدث لصحابة رسول الله في غزوة أحد. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله. من سنة
أن يكون الكفن أبيضاً، هذا اللون ما يهمش. من السنة إن شاء الله تعالى أن يكون ثلاثة أثواب، بلا قميص ولا سروال ولا عمامة. الناس هنا عندنا في المغرب واش يديروا؟ يديروا ذوك ثلاثة نتاع المليفات، ويزيدوا السروال، ويزيدوا القميص يدخلوه له، تقول انت الا غادي يمشي يدير المؤتمر يدير له الاخر، ويزيدوا له الرزه. نبقى غير نشوف انا. النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة، ليس فيه قميص ولا عمامة. وغسل رسول الله بثيابه، وكان الفضل يصب الماء، وعلي يمرر يده تحت اللباس، ويتقلب النبي بنفسه. قال علي: فعلمت أن الملائكة هي التي تقلب. إذن كان الصحابة رضوان الله عليهم يوصون الأحياء من بعدهم فيقولون: شوفوا، لا تغالوا في الكفن، فالمغالاة في الكفن والإسراف فيه مكروه، فإن الحي أولى بالجديد من الميت. الجديد عطيه الحي اللي راه غادي يعيش، أما الميت دير له كتان أوديه، لأن تلك الخرقة سيسلب منها إذا وضع في قبره، لأن ملائكة الرحمة تنزل بكفن من الجنة، يسلب من كفن الدنيا فيكفن في كفن الجنة، وإن كان غير ذلك يسلب بكفن الدنيا لأنه مشي للدنيا، ويكفن في كفن أهل النار. ما كنت يا غادي حاير أنت؟ ما تحيرش. احنا منين يمشيو يشريك فلوس، شحال يشريو من ميت؟ وشحال؟ شحال يشريو من ميت؟ 21 ميت. 21 ميت تقول أنت غادي تكفن في لاش كولوش؟ هذا باش تكفن واحد 21 ميت. 21 ميت يديروا، لازم يديروا 3 ميت وحده، و3 ميت اخرى هي 6 ميت، واسمو يديرهم ويخيطهم يجمعهم باش يوليو عرض، فهمت ولا ما فهمتوش؟ ويجيبوا ثاني 3 ميت و3 ميت يزيد ويخيطوهم. ها شحال قالت عندنا دروك؟ شحال؟ 12. ويجيبوا 3 ميت و3 ميت ويخيطوهم، شحال دروك؟ 15. ها هما 3 نتاع فيها 15 زيد، ويديروا السروال 100 ونص، شحال هذا؟ 16 ونص، ويديروا الخميص 100 ونص، شحال؟ 18، ويديروا الرزة 100 ونص، شحال؟ 19 ونص، وشحال تبقى؟ زوج ونص، وذوك زوج ونص دائما يبقى قابلهم السيد تمايا يخرجهم مع ذيك. لا إله إلا الله، 21 ميت؟ 21 ميت؟ بزاف. ولذلك هذا نداء: من المستحب أن يكون في كل مسجد كفن، لأنه في حالة ما إذا مات إنسان مسكين فمن واجب الأمة، حتى هو فرض كفاية على الأمة، أن توفر له الكفن. لا، ما عندوش باش يخلص الكفن، يسألنا الكفن ناس باش يظل جري. يجي عندي السيد أنا للخدمة ويقول لي: مات عمي خصني الكفن. الله أكبر، خصك الكفن؟ كاع لازارين اللي جايبيه ما عندك، ما عنده، ما كاينش الجامع اللي فيه الكفن؟ ها؟ كيصرا لكم انتم؟ كيصرا هذه الغفله كاع اللي غفلت خلاتكم تنساو كاع الاخيره؟ وحال العدد نتاع الناس غادي يموت ما عندوش باش يتكفن، ميتين معدومين، راهم في صدر بوعمود، راهم ساكنين في الاخر، ما عندهمش. خص يكون عندك في المسجد، خصك تجي للمسجد وتديه، كي تديه ثاني عاود شريو. دائما في كل مسجد. بل هنالك امرأة صالحة في إحدى المدن كتب عليها بعض الإخوان في إحدى الجرائد فقالت: ما خلا بيتها من كفن،
فكلما مات مسلم فقير بادرت وأسرعت بإعطاء الكفن للميت، فكلما أعطت كفنا اشترت كفنا، فهي معروفة في المدينة أنها تكفن وتستر سوءات المسلمين، ومن ستر مسلما وكفنه ستره الله في الدنيا والآخرة. أما سهل هذا بالشرك، قبيلة تقولنا التغسيل يغفر الله لك 40 مرة، ها هو الكفنها مش عالي دير قاعد شاي 7000 8000 21 مضيع 9000 فرنك 9000 فرنك ما تديرهاش انت. ولكن الناس غافلة عن الآخرة، غافلة عن الأعمال التي لها ثواب عظيم عظيم، نسي الناس هذا. والله يجي عندك سيد يقول لك راه مات فلان خصنا الكفن، يا ودي الله يا دي كاسة ما لكم انتوما كيصرا لكم، ما عندكمش الكفن، ما عندناش وال... يا الله لا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك ننصح أن يكون في كل مسجد 4-5 تاع الكفن، يجيب كفن ويخليه ويديروا تحت وساء تحت مسؤولية الإمام أو تحت مسؤولية القائم بأمر المسجد، ولا يديروا عنده قاع في داره ماله قاع، ويكون معروف ويجي للجامع ويقولهم الله يخليكم إلا احتاجتوا الكفن جاجي وعندي للدار، إلا ما صبتونيش راني موصي الأولاد، راني موصي الأولاد، أي واحد كيجيكم على الكفن أعطيه الكفن. لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا فهمتوا كي تديروا تخدموا الكفن ولا ما فهمتوش كي تديروا؟ جا واعر زعما؟ واعر ولا؟ كفن واعر؟ تجيب تجيب ذاك تجيب مثلا 10 ميت 10 ميت ولا جيب 12 ميت، بغيت دير له غير واحد، إلا بغيت دير له غير واحد غير مليفة واحدة جيب 500 ولا 600 ولا، بغيت دير له زوج جيب مجيد 12 ميت، بغيت دير ثلاثة جيب 18 ميت، صافي أقصى حد 18 ميت. ما تدير لا 300 لا والو، السيد راه مسرح قدام كاين اللي قصير عبر له ديريكت. علاش بقات واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة قطع شرت ستة تاع الذروح هي 300 كي كي عبروا باب داك عاودك قبضها سيدي سلام واحد انا كي كي بقى نشوف ذوك الناس يديروا هكذا واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة قطع مشي هكذا اقبض الكفن كاين هذا غير قصير ما يستناش 300 فيه مسكين غير 150 وي 140 كاين اللي غير ببوش هكذا ما فيه والو كاين كاع ما تربطش هذا مع هذا غير ذاك ذاك يكفلوا كامل إيه كاين كاين الببوش كاين اللي يموت غير كاين الببوش كاين اللي تسف الموت فلا يبقى فيه الا العظم كتدخل على شي واحد مساكين من كثره الاخر كتصيبو ما فيه لا عمر لا والو وجه هذاك هو اللي محتاج دير له قداش ذي واحد تبقى تدور فيه هذاك لو كان يموت واحد في ميريكان ولا في شي يموت هكذا فيه الزهم والشحم هذاك هو. اما احنا المغاربه هنا في هذا الجهه تاعنا يموتوا مساكين اديري كي القشيد يموتوا غير سيدي ربي سبحانه عز وجل يروحهم عنده ما يخلي فيهم لا عظم لا والو ليلقوا الله تعالى المسلمين ليلقوا الله تعالى وليس عليهم خطيئه. دخلنا على واحد في الفيتنام باش نغسلوه انا واحد الاخ مسكين كان يعني هكذا درويش ويبيع كيران ويصلي الصلوات الخمس وما عرفوا حتى واحد وكذا سبحان الله هذ الناس هذو غيس قولي مكمل قاول لا اله الا الله كيما دير له يدير لك مسكين كيما عاش مسكين وسهل حتى في الغسيل دير له هاك يدير هاك يدير هاك ويخفف غير بوحدك تغسله وتقلبه والناس قاعد تذكروا بخير وكذا يا الله لا اله الا الله هذاك واسمو تجي تعبرها اول اواوا تعبر له منا زيد شويه واحد 10 سنتيم وزيد 10 سنتيم منا باش تعقد باش تعقدوا باش تعقدوا صافي كي تجيب هذاك الشيء ها كي تعبر مثلا صبت 150 فيه زيد 10 منا ومن 10 منا وشحال هي 170 170 تبقى تجيب نعم زيدي ها تقطع الاول وتبقى تعبر على ذاك الاول واحد ها الا بغيت دير له غير واحد زيد واحد قطعه وخيطه في الوسط فهمتوا لصق هذا مع هذا باش يجي في العرض
حكينا ويعطيكم واحد المخيط وذاك الخيط نتاع هذاك اللي كفنت تقلعو ديرو وتخيط ها 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 تخيطو ايوا الا بغيت دير غير هذاك تجيب السيد اللي راك مسحتو وتحطو على ذاك الكفن ايوا وتردو عليه وتبلع منه وتبلع منه وتبلع في الوسط وتبلع بالسريفه لان من غادي يدفنوه غادي يحلوه ماشي تبقى تعقد هكذا من يمشيو تما ما يصيبوك يديروا عقد بالسريفه وخليو ها راك كفنتو كفنتو بكفن واحد ها راك سترتو يا الله ملي قال لك النبي صلى الله عليه وسلم من كفن مسلما اللي كفن مسلم عنده هالاجر نتاع الله تبارك وتعالى يستر ويعطيه ويعطيه لمن يذهب هذا الاجر لمن هذاك اللي غسل راه عرفنا من غسالة راه عارفين واللي من كفانه شكون هو شكون يدخلوا فيه زوج الذي اشترى الكفن كفنه والذي قام بتكفينه كفنه الغسل كاين غير واحد من غسله لكن من كفن اخاه يمكن يكون ذاك اللي شرى الكفن هو اللي كفن يكون غير واحد فاخذ الاجرين معا اجر شراء الكفن واجر التكفين لكن قد ياخذ هذا الاجر رجلان من اشترى الكفن ليستر المسلم ياخذ اجره ومن قام بتكفينه ياخذ الاجر ولا بغى يزيد الثاني يزيد الثاني بغى يزيد الثالث يزيد الثالث اما واحد كفى يكفي لماذا المغالاه في الاكفاء اي واحد يكفي لا اله الا الله محمد ما تدور لا على قمجه ولا على سروال شنو قمجه وسمس قمجه غادي يمشي يدير الاجتماعات غادي يمشي مسكين واحد العالم ماشي شيت هنا ويعيش فين الجسد غادي يكون في التراب والروح ستكون لها شأن آخر لا إله إلا الله محمد رسول الله فإذا كفن أسرع المسلمون بتجهيزه وتشييعه فيحمل هذا على الأكتاف وفي روايات أن حمل الميت على الأكفان على الأكتاف يكفر الكبائر يكفر الكبائر عقل عليها ولذلك ترى المسلمين يتهافتون ويتسارعون لحمل الميت على الكفن ويستحب التعجيل به تعجيل كاين اللي يقول لك يا وسعدات الميت الى مات وبات اين البات سعدات الميت الى مات وبات فين يبات راه مشى روح ما عنده ما يبات ما بقاش من اهل الدنيا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يسن لنا سنة الإسراع بتجهيز الميت بل في حديث أن هذا الذي يموت إذا رفع على الأكتاف وكان من أهل الصلاح يقول أسرعوا بي أسرعوا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جهزتم الميت فأسرعوا فإن كان خيرا فإلى خير تقدموه وإن كان شرا فشرا تضعونه على رقابكم إذا كان من الخير اجريوا باش تديوه الخير ديالو راه يزقي ويقول زيدوا زيدوا والا كان ودي ماشي حتى لتما هذيك راه حطبان تاع جهنم في الساحه حطوها راه غادي تحرق وشرف انت حطبان تاع جهنم ما تحرقكش تحرق ولذلك من اكرام الله تعالى للميت اذا شيع اما الله يغفر لجميع من شيعه ميت الصالح من اكرام الله للميت الصالح أن الله تعالى يغفر لمشيعه يا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا تسل بعد ذلك عن البدع التي ظهرت في مسألة التشيع خروج النساء لتشيع الجنازة حرام حرام منع رسول الله المرأة أن تخرج في الجنازة احنا نشوف الميت جاي النساء هذه تبكي هذه تندب وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم النياحة قال ليس منا من شق الجيوب وخدش الخدود ليس منا والنائحة النائحة التي
تبكي والعياذ بالله ليس صدقا، وإنما تمثل النائحة تسربل بسربال من النار يوم القيامة. إن هذه المسألة والعياذ بالله، صلى الله العفو والعافية، ما تصلحش. سيدنا عبد الله بن رواحة من يبقى يمشي ويجي يغيب 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 ويولي، ووحدة أخته تقول له: وأسدا وجبلا، هاو كنت كي الجبل، هاو كنت كي السبع، هاو يا سيدي وفين نصيبوك، هاو لمن خليتنا. ففتح عينيه فقال: قربي قربي للك قربي، هو ما قالش للك أنا، قربي قربي. قربت، قال لها: ألا تعلمين أنك كلما صرخت وقلت واجب لاه وأسداه قالت للملائكة: هل أنت كذلك؟ هل أنت كذلك؟ توبخه الملائكة. شكون هو هذا؟ عبد الله بن رواحة شهيد مؤتة. يا الله يا الله، أزقي مزيان تبكي. إن الله لا يعذب على دمع العين ولا على حزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى اللسان. سيد النبي بكى على إبراهيم، وهذه رحمة أودعها الله قلوب الرحماء، ومن لم يرحم لا يرحم، هذه رحمة يا ربي. وأكمل الناس خلقا رسول الله، ومع ذلك دمعت عيناه من اللي مات سيدنا حمزة، بكى رسول الله من اللي مات سيدنا عثمان بن مضعون، بكى رسول الله من اللي مات إبراهيم، بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يبكي صلى الله عليه وسلم، كان يبكي صلى الله عليه وسلم مع الموتى، كان يبكي. لذلك سيد ربي ما يعذبش على حبيبك فرقته، ولكن هذا الإنسان هذا: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول لك لم زين، إذن ما يبكيوش عليا، ما يزقيوش عليا، ما ينوحوش عليا، وما يتبعونيش النساء. وهذا خص يكون يوصي بهم الرجل، يوصي بهم الميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر يقول: إن الميت ليعذب في قبره ببكاء أهله عليه. فاختلط فهم هذا الحديث عند كثير من الناس. عائشة قالت: لا، لا تزر وازرة وزر أخرى، كل واحد واسمه قال. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح: إن الميت ليعذب في قبره ببكاء أهله عليه. قالوا: إن الله يقول: ولا تأزر وازر وزر أخرى، لا يعذبك الله عن عمل لم تعمله. وش أنت غادي يعذبك سيدي ربي على وعلا؟ لكن يعذبك متى؟ إن كنت تعلم أن أهلك يقومون بذلك فلم توصيهم. من ما وصيتهمش تحملت مسؤولية ذلك، لأنك لو أوصيتهم وخيزقوا فقد برأت ذمتك. قل لهم: أنا باري من هالمرأة اللي تبقى تزقي عليا، وانا باري من المرأة اللي ترفع صوتها لانني مت، انا باري من اللي تنوح عليا ولا تقول عليا شي كلام، انا عبد ضعيف مذنب قد نمشي عند ربي، مذنب مجرم، ايش تقول عليا؟ كان فلان ايش دفش شرك دفش شرك دفش، لما كانش رحمة ربي ما كان والو، شرك دفش. ولذلك قائد كتائب عز الدين القسام الذي قتله الصهاينة، كسميه كسميه صلاح شحالة، كتب وصيته قائلا: إذا قتلت فلا تقولوا شهيد، فالله أعلم بنيتي. حتى شهيد ما تقولهاش، أنا بريء ممن يقول شهيد، لأن قضية شهيد شكون يعلمه؟ الله تعالى. يا فين مشى في الوصية قاعية بابا بابا با. لا، المطلوب رقم واحد تاع اليهود والمجاهد الأكبر ودار العجب، ويقول لهم: عندكم تقولوا شهيد لأن الله هو الذي يعلم. وإحنا نقولوا شهيد ولا ما نقولوا شهيد؟ أنا نقولوا شهيد، إحنا الشرع إحنا نقولوا، إحنا نقولوا شهيد. لا إله إلا الله محمد رسول الله.
إذن فلقد وصلنا إلى مسألة الخروج بهذا نحو القبر. احنا قريب ندخله ها؟ منكرات زيارة المقابر. إذن نحن في الطريق الآن، نحن في هذه الرحلة، رحلة سيمر بها كل مخلوق، نستعرضها معكم في هذه الساعات المباركات من أيام الجمعة، ونسأل الله أن تكون آخر أيامنا يوم الجمعة. نحن مع هذه الرحلة ليتعلم الإنسان بعض الأمور، بعض الآداب، بعض الأحكام، ليقوم بهذه الفرائض الكفائية التي تعطلها الناس: تغسيل الميت، تكفيله، شراء الأكفان. ادي معك شي فكرة واخدم بها. الله يرحم والديك، الله يرحم والديك، الله يجازيك بخير. أنا ألتمس منك وأتوسل إليك أنك دي معك واحد الفكرة إن شاء الله تأخدم بها هذا الأسبوع. شري كفن أعطيه الجامعة، حولوا حولوا هذا الشيء العمل، لأنه ما تعرفش باش يرحمك ربي غدا يوم القيامة. ما راك شعر، غسل، شوف. إذا ما تغسلش تدخل مع واحد تعلم وشوف، وانظر إلى الإنسان كيف يكون حينما يكون حيا وكيف يصير حينما يكون ميتا. فالله تعالى نسأل أن يرزقنا حياة طيبة، وأن يرزقنا موتة مباركة، وأن يردنا إليه مردا غير مخز ولا فاضح، وأن يستقبلنا حين يستقبلنا بمحض عفوه وكرمه وهو ضاحك إلينا وراض عنا. وصلى الله على حبيبنا محمد، والله تعالى أعلى وأعلم.